للحديث أكثر حول هذا الموضوع تنضم إلينا عبر الهاتف النقيب أمين محمد المطوع، ضابط عقوبات بديلة أول بالإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة بوزارة الداخلية. مساء الخير النقيب أمينة، وأهلا بك في نشرة الثالثة. لو تحدثينا أكثر عن تطبيق قانون العقوبات البديلة والسجون المفتوحة والأثر الذي سيحمله على المنظومة الأمنية في مملكة البحرين. السلام عليكم، نشكركم على الاستضافة. بداية طبعا لا شك أن نشيد بتوجيه صاحب السمو الملكي ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء بشأن التوسع في تطبيق قانون العقوبات والتدابير البديلة والاستعجال والإسراع في تطبيق برنامج السجون المفتوحة. طبعا مملكة البحرين ماضية ومستمرة على نهج التطوير في نظام العدالة الجنائية اللي تبنته القيادة الرشيدة، بحيث أن في البداية وبتوجيهات سديدة من لدن سيدي جلالة الملك صدر طبعا قانون العقوبات والتدابير البديلة وتم تطبيقه، وأثبت هذا القانون وأتمست هذه التجربة نجاحها في إصلاح المستفيدين وإعادة تأهيلهم وإدماجهم في المجتمع. من بعدها كمرحلة أخرى تم التوسع فيه بتعديله وإلقاء شرط نصف المدة، وكذلك بإعطاء صلاحية لاستقبال طلبات استبدال العقوبة من أكثر من جهة. وهذا التعديل طبعا بين أثره في زيادة أعداد المستفيدين، والكل شهد هذا الأثر الإيجابي على المستفيد وعلى أهله وعلى المجتمع بشكل عام. واستكمالا طبعا لهذا النجاح، اليوم جاء تبني صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لبرنامج السجون المفتوحة طبعا للتوسع بشكل أكبر وبصورة تتناسب مع السياسات العقابية الحديثة. نعم، النقيب أمين محمد المطوع، ضابط عقوبات بديلة أول بالإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة بوزارة الداخلية، شكرا جزيلا لك.